تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل والجو برا جميل ما شاء الله. فصبح عليكم في بداية هذا اليوم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، اليوم بكون معكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة على الهواء، نطرح فيها بعض القضايا الطبية، ناخذ أسئلتكم استفساراتكم، عندكم أي حالة طبية حابين تستفسرون عنها، معلومات زيادة، عندكم اقتراح، عندكم ملاحظة، عندكم شكوى، فهذا البرنامج في النهاية هو برنامجكم مفتوح لكم. بيكون ممل أن يكون مذيع يتكلم على مدار ساعة على الهواء، لكن تفاعل المستمعين معنا هو اللي يثري البرنامج. فرحب فيكم إن شاء الله على مدى هذه الساعة، وأرحب بالطاقة الموجود معاي في الإخراج عندي اليوم عيسى سبيل، يا صباح الورد يا عيسى، وفي التنسيق عندي ميرا الغفلي أم خليفة. الفريق اللي دائما معاي وأنا أقدم في برنامج صحة وسعادة يعطيهم ألف عافية، بالإضافة للجنود المجهولين اللي يجهزون الحلقة في إدارة الإعلام في هيئة الصحة بدبي. نذكركم أولا بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودتوا دائما يكون هناك في بداية الحلقة فقرة توعوية تغذوية. اليوم بنتكلم عن موضوع أنا صراحة روحي بأسمعه وأستفيد منه، ألا وهو الطرق الطبيعية لتعزيز عمليات الأيض. عمليات الأيض هي عمليات الحرق في الجسم. بيكون معانا الأستاذة هنادي حسني أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي عن طريق الهاتف، بتخبرنا شو هي الطرق الطبيعية لتعزيز عمليات الأيض. وصباحك ورد أستاذة هنادي. صباح النور، هلا، كيفك؟ اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن عمليات الأيض وطرق تعزيزها للقيام بالعمليات الحيوية. هلا أولاً نتعرف على مفهوم عمليات الأيض. عمليات الأيض هي عمليات الهدم والبناء اللي بتتم داخل الجسم، مثل التنفس، عملية الهضم، تخلص من الفضلات وغيرها الكثير من العمليات. وهي العمليات كلها ليتم إنجازها بتحتاج إلى طاقة حتى يقوم الجسم فيها، وهي الطاقة بتكون الحد الأدنى من الطاقة اللي بيحتاجها الجسم حتى يتمم هاي العمليات. هلأ تقريبا الإنسان بيستخدم من 40-70% من الطاقة المستهلكة يوميا للقيام بهاي العمليات الحيوية. هلأ هاي النسب بتختلف من إنسان إلى آخر، وفي عدة عوامل تتحكم بهاي النسب، منها أول شيء الجنس. هلأ عند الرجال كتير دراسات أوضحت إنه عمليات الهدم والبناء وعمليات الأيض أعلى عنها عند النساء، وهاي بسبب اختلاف الكتلة العضلية عند الرجال. هلأ الرجال عندهم عضلات أكتر. هلأ العضلات هي أكتر جزء في جسم الإنسان بيستهلك طاقة، بالتالي هم عندهم معدل الهدم والبناء أعلى عن النساء. كمان عندنا العمر، كل ما الإنسان زاد بالعمر بميل إلى اكتساب وتخزين الدهون في الجسم وبيفقد الكتلة العضلية، وبالتالي لما يفقد الكتلة العضلية بتقل عملية الهدم والبناء عنده في الجسم. ومثل ما قلنا في كل العوامل اللي هي العضلات هي العامل الرئيسي. هلأ عند الرياضيين بيكون معدل الهدم والبناء أعلى عن الأشخاص العاديين، لأنه مثل ما قلنا العضلات هي أكتر جزء بيستخدم الطاقة عند الإنسان، بالتالي كل ما زادت الكتلة العضلية في الجسم بيكون عملية الهدم والبناء أعلى. هلأ كمان في دراسات بتقول العوامل الجينية والوراثة بتتحكم في معدلات الهدم والبناء، إلها يعني دور الوراثة. هلأ كيف إحنا نسرع من عملية الهدم والبناء؟ هلأ كتير في ناس بيتناولوا الأطعمة ومشروبات معينة، مثل شرب القهوة، الشاي الأخضر، الزنجبيل، التوابل الحارة، يعني بيعتقدوا إنه هي بتزيد من معدل الهدم والبناء. هلأ
في دراسات أثبتت أنه فعلاً هي بتزيد معدل الهدم والبناء، لكن ما بإمكاننا نعتمد عليها فقط. أنه مثلاً في عمليات إنقاص الوزن، في ناس مثلاً بيشربوا الزنجبيل أنه هو بيزيد معدل الهدم والبناء وبالتالي رح ينقص الجسم، ما بنقدر نعتبر أنه نعتمد عليها كلياً. في هناك عوامل أخرى بتعزز، يعني بتزيد هي بالشكل الرئيسي معدلات الهدم والبناء، وهي الأشياء والمشروبات تعتبر كعامل مدعم لزيادة معدلات الهدم والبناء. هلا رح أذكر الأشياء الأساسية اللي هي بتزيد الهدم والبناء، مثل الأنشطة الرياضية، سواء كانت أنشطة هوائية أو بتعتمد على اللي هو تمارين القوة، هاي كلها بتزيد من معدل الهدم والبناء. فتوجب على الإنسان أنه تقريبا يمارس الرياضة 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع. هلأ إذا تعذر عليه بشكل يومي، ممكن على الأقل يمارس الرياضة 3 لـ4 مرات في الأسبوع، وبشكل عام يكون نشيط بطبعه. مثلا حتى الأنشطة الحيوية العادية اللي احنا بنكون فيها باستمرار ما يستهين فيها الإنسان، مثلا طلوع الدرج بدل عن استخدام المصعد باستمرار، هاي إلها دور كمان بزيادة معدل الهدم والبناء. مثلا يروح على المسجد، ممكن يروح مشي بدل من ركوب السيارة، الأماكن القريبة ممكن كمان يستخدم المشي استعادة عن استخدام السيارة، هاي كمان كلها بتزيد من معدلات الهدم والبناء. العامل الثاني، الإكثار من شرب السوائل. أثبتت دراسات كثيرة أنه شرب السوائل بكميات كافية تلبي احتياجات الجسم بتزيد من معدلات الأيض بما يعادل من 10 إلى 30%، فهاي نسبة منيحة. كمان النوم الكافي، إذا أخذ الإنسان كفايته من النوم، هذا بيؤدي إلى اللي هو توازن الجسم وقيامه بالعمليات الحيوية بشكل منتظم، وبالتالي بيزيد من معدل الهدم والبناء وحرق الدهون. وكمان تناول كميات كافية من البروتينات مثل أسماك الدجاج، البروتينات كمان النباتية بتحافظ على الكتلة العضلية داخل جسم الإنسان، ومثل ما قلنا العضلات هي أكثر جزء بيصرف طاقة وبيستهلك طاقة، وبالتالي إذا إحنا ناولنا بكميات كافية للجسم نتجنب لجوء الجسم إلى اللي هو عمليات الأيض البروتين اللي هي بتستهلك الكتلة العضلية، وبالتالي إذا تم استهلاك الكتلة العضلية بيقلل من معدلات الأيض والبناء. جميل. هلأ نعم تفضلي. هلأ كمان الحميات الغذائية، في بعض الناس بيلجأوا إلى حميات غذائية قاسية، الصوم لفترات طويلة، أو عدم الالتزام بثلاث وجبات رئيسية ووجبات خفيفة بيناتهم، ممكن يأكل يعتمد على وجبة أو وجبتين طول اليوم. هلأ أثبتت الدراسات أنه هاي الطرق اللي هي الحميات الغذائية القاسية بتقلل من عملية الهدم والبناء. هلأ كيف؟ لأنه إحنا إذا صومنا الجسم لفترات طويلة بالتالي تنقص الطاقة على الجسم، بيلجأ إلى عملية الأيض البروتيني، بيستخدم العضلات كمصدر للطاقة، بالتالي إذا استخدم العضلات بالتالي قل هو من استهلاك الطاقة وزاد الكتلة الدهنية عنده، فالجسم جدا ذكي صار يستهلك الطاقة اللي بياكلها الجسم بيستخدمها بيخزنها، ما بيستخدمها، بيخزنها على شكل دهون، فهو بدل من إنه ينقص الوزن ويحرك معدلات الهدم والبناء قام على العكس بتقليل الهدم والبناء وزاد الكتلة الدهنية في الجسم. صحيح. هلا في بعض المشكلات الصحية مثل بتقلل من عملية الأيض، مثل كسل في الغدة الدرقية، هاي قد يعني تؤدي إلى تقليل الهدم والبناء في الجسم، بالتالي توجب على الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بتؤدي إلى تقليل عمليات الأيض مراجعة الـ الأطباء وأخصائي التغذية في نفس الوقت، لكن قليل ما يكون سبب اللي هو قلة وبطء عمليات الأيض اللي هو مشاكل طبية مربوطة بمشاكل صحية، يكون اللي هو سوء في النمط الغذائي أو قلة نشاط أو اللايف ستايل بيكون يعني فيه خلل أو غير سليم. جميل. فبالتالي يعني النصيحة إنه لازم توجب علينا اتباع الحمية الغذائية، ممارسة الرياضة، يكون الإنسان بشكل عام نشيط بطبعه، الأكثر من تناول السوائل،
النوم الكافي، كلها هاي بتعزز اللي هو عمليات الأيضية وعمليات الهدم والبناء في الجسم. ممتاز. فمثل ما ذكرتي ما شاء الله في أكثر من عامل يدخل في تحفيز عملية الأيض، والقليل منها العلاقة مثل ما ذكرتي بالأمراض يعني. مشاكل صحية نعم بالأمراض. نعم أنا شاكرة لك أستاذة هنادي حسني، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، هالمداخلة الجميلة عن الطرق الطبيعية لتعزيز عمليات الأيض، وشكرا لك ونهارك سعيد. أهلا وسهلا، أهلا نهارك شكرا. سعيد. أعزائي المستمعين هنطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل ابقوا عندنا دراسة جميلة، وبعد هذا راح نتكلم عن موضوع مفيد، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. معنا الآن الأستاذة أمان الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي عبر الهاتف، عشان تكلمنا عن فعاليات شهر الإمارات للابتكار اللي تشارك فيها هيئة الصحة بدبي، وتعلن فيها هيئة الصحة اليوم مساء اليوم الثلاثاء عن النتائج النهائية للفائزين بهاكاثون دبي الصحي اللي نظمته الهيئة، والأول مرة على مستوى الدولة خلال فعاليات منتدى دبي الصحي اللي كان في منتصف شهر يناير الماضي. ما يتعرف على شو هاكاثون دبي الصحي وشو الهدف منه، بالإضافة إلى المعايير للفوز، معنا دكتورة الأستاذ أمان الجسمي عن طريق الهاتف. أستاذ أماني صباح الورد. صباح النور، هلا مرحبا، أهلا فيك. أستاذ أماني، أول شيء نتعرف على شو هو هاكاثون دبي الصحي، فكرة عامة عن هذا الهاكاثون. هاكاثون هو كانت عبارة عن، طبعا هاكاثون ان جنرال عبارة عن مثل مسابقة يكون وقت محدد ويكون في يعني فرق معينة يتم تسجيلها. طبعا احنا فتحنا باب التسجيل من شهر 12 للجامعات، واحنا دعينا الجامعات ودعينا اي حد يعني او حتى المدارس ان اذا يبون يشاركون كفرق او كافراد في الفعالية. طبعا كان هناك عندنا تقريبا 21 مشاركة سجلوا في الهاكاثون في شهر فبراير، في شهر يناير في منتدى الصحة، وكانت التركيز طبعا على ثيم معين او على اهداف معينة للهاكاثون. فطلبنا من المشاركين اعطاء يعني مثل افكار او انظمة او برامج او فيما يخص الإعاقات أو ذوي الهمم. فكان التركيز على ثلاثة أنواع إعاقات: إعاقة العقلية والذهنية والبدنية. فالسوليوشن، شو الحلول إن يساعد المرضى لاستخدام التقنيات الذكية لتسهيل يعني أمورهم في الحياة. مثل ما قلت كانت 21 مشاركة، تقريبا عدد المشاركين كان 63، كان طبعا الفرق تبدأ من شخص أو إلى 5 أشخاص. وخلال يومين 21 يناير إلى 22 يناير كان الهاكاثون جاري من 9 صباحا إلى 3 مساء. ويبنى طبعا في نهاية الهاكاثون سوينا لجنة تحكيم، ولجنة التحكيم كانت من أعضاء مختلفين، كان أصحاب همم فيها أطباء من تقنية المعلومات وأيضا دكاترة الجامعات من جامعة الجامعة الأمريكية وشارجة وجامعة دبي وجامعة الثانية. طبعا تم شورت ليست او اختيار 3 من هالفرق. اخترنا فريقين كان عندهم سوليوشن للاعاقات الحركيه او البدنيه، ممتاز، وسوليوشن ثاني للاعاقات المنتل اللي هي الذهنيه. يعني فالثلاث فرق طبعا في منهم، في مثلا في فريق كانوا يعني فكرتهم كرسي ذكي اللي عندهم إعاقات بدنية، في منهم كان عندهم تطبيقات لتسهيل حياة ذوي الهمم. فعلى هالأساس احنا أعطيناهم فرصة شهر، واليوم إن شاء الله بيعرضون لنا شو التطورات اللي سووا في الحلول،
وبنختار طبعا الأول والثاني والثالث. الأول بيحصل على 60,000 كجائزة، والفريق الثاني 30,000، والفريق الثالث بيكون 10,000. وإن شاء الله يعني توفيق لهم جميعا، لأن صراحة السوليوشنز أو الحلول اللي طرحوها حلول يعني مبتكرة يعني وجميلة. ممتاز. الحين بالنسبة للحلول هم اقترحوها، راح تدخل مثلا راح توضع ضمن خطة عشان يتم تطبيقها، ولا شو راح يكون مسار هالحلول هم اقترحوها؟ الحل الأول اللي هو الفائز الأول إن شاء الله هيئة الصحة بتتبنى الفريق إن يطبقونا على مستوى الهيئة، يعني هذا إحنا وعدناهم إن الحل أو الفريق الأول إن شاء الله هيئة الصحة فريق الابتكار بيتبنونهم، وبنحاول إن نعززهم بالدعم لي يعني ليرى النور السوليوشن اللي هم طرحوها. ممتاز. في كلمة أخيرة حابة تشاركينا معنا أستاذة أماني؟ يعني كانت تجربة جميلة بالنسبة لكل المشاركين، حتى المشاركين من الحكم والأطباء، كانت صراحة الفيدباك والتقرير راجع منهم إن كانت تجربة جديدة على هيئة الصحة، وإن شاء الله في الخطط ان احنا نكررها، لان دمج الجيل الجديد وافكار من الجيل الجديد مهم جدا، لان هم المستقبل يعني. صحيح. فكانت تجربه جميله جدا بالنسبه لنا. ممتاز. واحنا نتمنى ان شاء الله التوفيق، واللي ما حالف الحظ هالمره مو معنى ان ممكن فكرته ما تكون احسن فكره، ولكن في النهايه لازم يتم اختيار فائزين معينين، وان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع اللي شاركوا في الهاكاثون، يعطيهم الف عافيه. ما كان شيء سهل ما شاء الله، متواصل كانوا قاعدين، اعتقد كان 30 ساعه يمكن كان الهاكاثون. هم كانوا يتمونهم، هم يتمون يعني الفريق كان يتم. صح. عشان يكملون السوليوشن مالهم. فيعطيهم الف عافيه. وانا شاكره استاذ امان الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بتبهي المداخلة اليوم، وأتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. في رسالة من أحد المستمعين يقول: سلام عليكم دكتورة، في تعميم من وزارة الصحة بتاريخ 24/2 بخصوص دواء البروفين، ممكن تشرحين شو أضرار هذا الدواء بعد ما استعملنا وايد لعيالنا؟ صراحة أنا ما وصلنا أي تعميم ودورت عنه، سويت سيرتش ما في تعميم. في تعميمات قديمة عن دواء البروفين يا جماعة، هاي كلها حتى التعميم موجود وفي رد وزارة الصحة على هالتعميمات اللي طالعة. هاي التعميمات اللي قاعد تطلع ما تطلع وزارة الصحة، تنسب للوزارات وهيئة الصحة والغيرة، يقولك تم سحب الدواء الفلاني وتم سحب الدواء اللي حصلوا فيه شيء. هالكلام كله عبارة عن إشاعات إذا ما ذكرت في المصادر الرسمية. المصادر الرسمية يعني شو؟ يعني في الحسابات الرسمية لهيئة الصحة بتبي أو وزارة الصحة، فلا تأخذونهم من أي مكان ثاني. تعرفون في عالم التقني الرقمي اللي احنا عايشين فيه، بسهولة أنا ممكن أسوي مثل ما يسمونه كابتشر سكرين أو تصوير للشاشة، وركب فوق لوجو أي هيئة تشريعية في البلاد، وقول والله الهيئة مطلعن هذا ممنوع وهذا مسحوب. فأنا من رد رسمي يعني تعميم رسمي من وزارة الصحة وهيئة الصحة أنا ما وصلني، فما نعتمد على هذا الكلام. وفي البروفين أو غيرها من الأدوية في النهاية يجب استخدامها ضمن الحد المسموح فيه به، ضمن الجرعات الموصى بها، نتبع أوامر الطبيب، ما نأخذ من غير استشارة الطبيب. مع أنها الأدوية المسكنة للألم بشكل عام، البروفين والأدول وغيره وغيره، الناس تأخذها مثل ما يقولون من على الرف وتستخدمها، حتى الجرعات يحسبونها روحهم أو يقولون الصيدلاني يحسب لنا الجرعة، وهي طريقة غير آمنة لاستخدام الأدوية. حتى الأدوية العادية المسكنة للألم ترى لها مضاعفات، فدائما خذوا من المصدر الرئيسي. إحنا الحين راح قام نطلع الفاصل، راح نذكر دراستنا على السريع. في دراسة وايد جميلة تقول: حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن زيادة الوزن والسمنة المفرطة يمكن أن ترفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بنفس النسبة اللي سببها التدخين. وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا أن السمنة تتسبب في حوالي 25% من إصابات سرطانات الكلى، فيما يؤدي التدخين إلى نفس نسبة الإصابة أيضا. وتم احتساب عدد حالات الإصابة بسرطان الكلى الناتجة عن السمنة من خلال جمع إحصاءات السكان مع البيانات الطبية التي تكشف فرص تطور المرض لدى من يعانون من زيادة الوزن. وجد الباحثون أن نحو 20,000 شخص أصيبوا بسرطان الكلى في بريطانيا خلال العقد الماضي بسبب السمنة المفرطة التي رفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 40% خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع مستقبلا.
قالت الدكتورة جولي شارب مسؤولة معلومات السرطان في مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية إن رصد ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الكلى اللي مثل هذا المعدل أمر مقلق، وأوضحت أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوالي 13 نوع من السرطان بما في ذلك الكلى التي أصبحت أكثر شيوعا. وعن سبل مقاومة هذا الخطر نوه الباحثون إلى أن إجراء تغييرات بسيطة في الأكل والشرب والنشاط البدني والالتزام بها لفترة طويلة وسيلة جيدة للحصول على وزن صحي. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين حول العالم يعانون من فرط الوزن، ويموت ما لا يقل عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن والسمنة. طبعا كنا نعرف تأثير زيادة الوزن أو السمنة المفرطة على أعضاء الجسم بشكل عام، إن كان الركب، إن كان المفاصل، إن كان القلب والرئة، والآن طبعا ارتباطها بإصابة بأنواع معينة من السرطانات. أنا لفت انتباهي في هذه الدراسة النصيحة اللي قدمتها الباحثة اللي هي قالت إجراء تغييرات بسيطة في الأكل والشرب والنشاط البدني والالتزام بها لفترة طويلة، هذا هو المطلوب. الناس دائما، الناس اللي يكون عندهم زيادة في الوزن يقول لك ما بأسرع عند الدكتور عشان ما يقولي والله وقف هذا وسو هذا. المطلوب أنت من نفسك تغييرات بسيطة في حياتنا اليومية، وأنا أتوقع في هالفترة يعني الناس عندها وعي كبير. إحنا نشوف المرضى يجون العيادة عندهم وعي عالي جدا جدا، يقرون أكثر ما يقرأ الدكتور، فنسبة الوعي عندكم أنتوا عالية. فأنا متأكدة أنه إذا ما قلنا 100% على الأقل 80% منكم يعرف شو التغييرات المفروض هو يسويها في حياته اليومية. والمريض روح يقول لنا، نقول له مثلا كيف أكلك، يقول دكتور أنا عارف لازم أخفف أكل في الليل، لازم ما أتعشى قبل ما أنام، لازم ما أكل وأنام. هم المريض روح يعرف ويقول لك لازم أمارس رياضة. فالمطلوب فقط تغييرات بسيطة في حياتنا اليومية. وليش نقول بسيطة ونشدد على كلمة بسيطة؟ لأن يا جماعة التغيير الكبير مثلا أقطع الكربوهيدرات 100%، ما أكل أي نوع من نوع الكربوهيدرات أبدا، أو مثلا أمارس رياضة ساعتين في الجيم كل يوم لمدة 5 أيام في الأسبوع، هذا تغيير كبير وصعب أن الواحد يتمسك فيه لفترة طويلة. أنت انظر قبل ما تطبق أي تغيير في حياتك، قول هل هذا التغيير أنا أقدر أحافظ عليه لين سنة قدام؟ إذا حسيت عمرك بأمانة بينك وبين نفسك ما تقدر، فما في داعي لهذا التغيير، لأن في البداية رح ينزل وزنك صحيح. بس فكر في المرحلة أو النقطة اللي رح توقف فيها عن هذا التغيير وترجع لأسلوب حياتك القديم، رح يرجع وزنك مرة ثانية، وهني الناس تدخل في إحباط وفي اكتئاب وتقول لك والله أنا كل ما أجرب شيء ما ينفع. ما في شيء اسمه كل ما جربت شيء ما نفع، يا أنك أنت ما تلتزم بالطريقة الكافية، أو ما تلتزم للمدة الكافية، أو تلتزم فترة وبعدها ترجع. فطبيعي الجسم رح يرجع مرة ثانية، لأن ترى الخلايا الدهنية اللي عندنا في الجسم موجودة مع الرياضة والأكل السليم تصغر تقل حجما ولكن لا تختفي. بالتالي لما نرد ناكل ترشو تتعبى مرة ثانية بالدهون ويزيد وزننا مرة أخرى. فلنحرص على التغييرات البسيطة ولكن مستمرة. شو المثل الإماراتي يقول يا عيسى؟ قليلا مستديم ولا كثيرا مستقطع. أتمنى قلت المثل على طريقة صح. محمود ممكن عشان يصحح لي بعد. المهم رح نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل رح يكون عندنا موضوع جميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل معنا على أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. نظمت هيئة الصحة بدبي يوم أمس بمركز الابتكار التابع لها جلسة العصف الذهني، وذلك ضمن حزمة الفعاليات اللي تنظمها الهيئة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار. بنتكلم عن هالجلسات وهميتها وأهدافها. يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور محمد رضا مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد دكتور محمد. صباح النور دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله، حصلناك اليوم موجود معنا على الهواء. الله يحفظك. دكتور محمد، أول شيء كلمنا عن مختبر الابتكار، وين مكانه وشو أهميته؟
دكتور، مختبر الابتكار ويعتبر جزء من الفعاليات اللي تحدث في أسبوع الابتكار أو شهر الابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة. توارد كثير من الأفكار في هذه الجلسة، وخلال العصف الذهني كانت معنا أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال، 35 فرد من هيئة الصحة والقطاعات المختلفة في هيئة الصحة كانوا حاضرين. أنا شخصيا أطلع للنتائج اللي بيبثون لنا إياها إن شاء الله، هم حاليا في طور الإعداد، لكن أعتقد هو مش غريب على حكومة دبي وهيئة الصحة أن تعمل جلسة مثل هاي الجلسات، لأن الابتكار مثل ما تعرفين دكتورة متجدد ومتغير. الجلسات هذه يجب أن تحدث أنا في اعتقادي كل ربع سنة، لأن الأفكار اللي تجيك من نفس الأشخاص والتجدد اللي يحدث فيها يجب أن نعملها بلورة بسرعة بحيث أن نطبقها بسرعة. أيضا التأخر في التطبيق أيضا مش في صالحنا، ولكن نبغي نحن نأخذ الفكرة نمسكها ونطبقها بطريقة مباشرة. هذه الجلسات يعني تسمح لنا أن نعرف شو المثير في عالم الابتكار، قصة الصحة، المتغيرات الكبيرة اللي تحدث حوالينا، الإلمام اللي يحدث في العالم يجب أن يكون عندنا اليوم في الصحة بدبي، بحيث أن الأفكار هذه نسبق نحن العالم فيها. صحيح. دكتور محمد، خبرنا وين مكان مختبر الابتكار التابع لهيئة الصحة بدبي خلال شهر الابتكار؟ مركز نحن عندنا شيئين، عندنا مركز صحة دبي للابتكار الدائم اللي هو حاليا موجود خلف مستشفى راشد في مبنى المكتبة الطبية سابقا. هذا المركز إن شاء الله بيكون دائم طول السنة، مكان لمختبرات الإبداع، مكان لعرض أحدث الأجهزة الطبية والابتكارات الطبية الموجودة سواء كانت في دبي في الإمارات أو في العالم كله. وأيضا بيكون في تجربة المريض في أحد الأماكن الموجودة في مركز الابتكار لهيئة الصحة دبي، بيكون في patient experience، تجربة المريض، كيف المريض يتنقل من غرفة المعيشة إلى المستشفى إلى العيادات الخارجية إلى ICU العناية المركزة إلى غرفة العمليات. هذا patient experience كله ضروري جدا أن نحن نعمل له مثل simulation أو محاكاة في الواقع. محاكاة بالضبط، مع الفيرتشوال رياليتي، واقع الافتراضي، المكس رياليتي الان اللي هو الواقع الافتراضي زائد الواقع الحقيقي. فهذه الاشياء كلها يسمح لنا مركز دائم مثل مركز صحه دبي للابتكار ان نحن نعرض فيها هالابتكارات. بيكون مكمل مسرعات المستقبل، مشروع التنكس ولفريق التنكس ايضا. والمكان الثاني اللي حاليا موجود في سيتي ووك 2 أيضا بنفس المسمى مركز صحة دبي للابتكار اللي هو في الساحة الأساسية في سيتي ووك 2، يعرض كثير من الابتكارات اللي حاليا مطبقة والتي ستطبق في هيئة الصحة بدبي. هذا المكان حاليا مخصص للزوار للعموم يزورونه. ننصح منه كثير حتى من الأهالي ومن الأطفال، يريد للأطفال وطلبة المدارس أن يكونوا متواجدين معنا يشوفون هذه الابتكارات مش فقط من هيئة الصحة بدبي ولكن أيضا من المؤسسات الحكومية الأخرى اللي موجودة في سيتي ووك 2، يعطونا آرائهم وأيضا يلامسون واقع الابتكار اللي يحدث في حكومة دبي. شيء يثلج الصدر صراحة أن نشوف حكومة بهذا الوزن بهذه العراقة تتحرك في الابتكار بقوة ومندفعة بحيث أن تمسك الابتكارات الواقعة في العالم كله وتيبه إلى دبي. جميل. دكتور محمد، شو أهم الجهود اللي تبذلها هيئة الصحة بدبي عشان نعزز مفهوم وثقافة الابتكار ونغرسها في الموظفين؟ أعتقد بأخذكم بس في قصة بسيطة. لما جينا لهيكلية هيئة الصحة بدبي قبل 6 أشهر، فكان الاقتراح على معالي حميد الفطامي مدير عام هيئة الصحة أن نعمل قسم للابتكار أو إدارة للابتكار، فقال أنه بفكر فيها وبرجع لكم. فرجعنا قال لا، أنا ما أبغي قسم مختص ولا إدارة مختصة، أنا أبغي ثقافة للابتكار. أنا أبغي الابتكار يلامس 12 ألف شخص عندي في هيئة الصحة بدبي، ويلامس 90 ألف شخص عندنا ننظمهم في القطاع الصحي الخاص بإمارة دبي، وأيضا إمارة دبي كلها اللي هي 4 مليون شخص. فكان تحدي كبير أن كيف نقدر نفكر له في شيء يلامس هذا العدد الهائل من الناس. الحمد لله اليوم وضعت هيكلة منظمة
عندنا مركز الابتكار، عندنا مسرعات المستقبل، عندنا لجنة أو مجلس للابتكار، عندنا مديرة لمركز الابتكار، عندنا مبتكر أقدر أقول لك تقريبا في كل قسم في هيئة الصحة بدبي، سواء كانت الأقسام الكلينيكية أو الإدارية. فالحمد لله أنا أقدر أقول لك الجهود كبيرة. الابتكار كثقافة الحمد لله وصلت، ولكن أيضا الابتكار يأخذ له وقت ويبغي له جهود ويبغي له أيضا نكون جاهزين له ومستعدين له على أساس أن نحصد نتائج هذا الابتكار. استثمار كبير، جهد كبير، نتوقع منه نتائج أيضا كبيرة. ممتاز دكتور محمد. جلسات العصف الذهني هاي شو أبرز المحاور أو المواضيع اللي بتتم مناقشتها، وشو تتوقعون نتائج أو مخرجات مثل هالاجتماعات العصف الذهني؟ نحن ما زلنا ننتظر النتائج اللي بتطلع من جلسة العصف الذهني اللي عملتها هيئة الصحة أمس، ولكن المحاور اللي تتداولها دائما جلسات مثل هذه اللي هو العنصر البشري، العنصر المادي، الأفكار، المبادرات، بلورتها، تطبيقها، قياس النتائج وقياس الأثر على الفرد، مش فقط المريض، الفرد في إمارة دبي. مثل ما قلت لك توجيهات معالي حميد القطام مدير عام هيئة الصحة أن نحن نوصل إلى 4 مليون فرد عايشين معانا في إمارة دبي. نعم. فسعادة الفرد، ابتسامة الفرد اللي هي بالفعل بتوصلنا إلى النتائج المرجوة، مش فقط التقرير اللي بيطلع من الورشة هذه. ممتاز. فنتريى احنا وياكم ان شاء الله مخرجات جلسات العصف الذهني هاي، ومتاكده ان شاء الله راح تكون تطلع بنتائج جميله لها كلها اسهامات كثيره ان شاء الله على الابتكار في هيئه الصحه. دكتور محمد، نرجع نتكلم عن مركز الابتكار الدائم اللي كلمتنا عنه اللي موجود في مستشفى راشد او في المكتبه الطبيه سابقا. كيف بيخدم هذا المركز الموظفين في تعزيز روح الابتكار، في خدمة توجهات الهيئة بتبني الابتكار؟ عندنا تحدي دكتورة دائما كانت تجينا ابتكارات من أطباء متميزين وأشخاص متميزين في هيئة الصحة دبي، أنه يقول أنا عندي فكرة أو عندي جهاز مبتكر وين أودي. اليوم المركز يتبنى هاي الفكرة وتضع له الخطوات القادمة بحيث أنه يتواصل مع إدارة مثل إدارة تقنية المعلومات، إدارة مثل إدارة شؤون قانونية، إدارة المالية وإلى آخره، والإدارات الأخرى مثلا اللجنة العليا للتشريعات، الدائرة المالية في حكومة دبي. فبالتالي المركز يتبنى هذه الفكرة ويخطبها الخطوات القادمة. الابتكار ما له خط واضح، ولكن يجب أن ينظم بحيث أن المنظومة كلها تنهض، وهذا شيء ما يخوف، لأن العالم كله ما زال يبحث أن كيف يمسك هذه الابتكارات ويطبقها ويصلبها إلى النتائج المرجوة منها. صحيح. في كلمة أخيرة حابة تشاركها معنا دكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي، ممكن تكون دعوة؟ أشكر فريق قسم الأسنان عندنا في هيئة الصحة بدبي، وبالأخص دكتور خالد غندور اللي يقام بأول عملية للزرع مطبوعة عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد في جسم إنسان عندنا في هيئة الصحة بدبي. مريضة كان عندها الفك تقريبا شبه مدمر من بعيد عنكم مرض السرطان، فقام الدكتور بعمل العملية لها وزرع قطعة مطبوعة في دبي عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد عن طريق ماتيريال اسمه تيتانيوم. والآن المريضة الحمد لله متعافى، والفك عندها شبه سليم مثل ما كان قبل المرض هذا لأيها بعيد عنكم. والحمد لله ننتظر أيضا زراعة الأسنان في المرحلة المقبلة للمريضة هذه. هاي النتيجة جت بجهود من الفريق في قسم الأسنان في هيئة الصحة بدبي الدكتورة حمدة المسمار، فأحب أوجه لهم تهنئة الصراحة وأشكرهم على هالجهد المتفاني في تقدم طباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات. ممتاز، واحنا شاكرين لك هالمداخلة الجميلة معانا دكتور محمد رضا، وإن شاء الله أتمنى المرة الجاية تكون معانا إن شاء الله في الاستوديو. العفو يا دكتورة، وشكر لكم وللمستمعين وجهود الفريق. شكرا لك، يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. شكرا.
مثل ما سمعت الدكتور محمد رضا كان يتكلم عن الابتكار في فئة الصحة بتبي، وتوقع مثل ما الدكتور محمد أيضا وضح لنا أن الابتكار ترى مو مفهوم جديد، الابتكار مو مفهوم محدود، يعني الابتكار عبارة عن كل فكرة جديدة جميلة ممكن تحسن، ممكن تقفز فينا قفزات إلى الأمام. فالابتكار موجود في كل مكان، كل العالم الآن يمشي على مفهوم الابتكار، أن الإنسان لازم يكون مبتكر. وأنا أتوقع بما أني كموظف في هيئة الصحة بدبي أن الابتكار لازم يكون عندنا كلنا. في كثير من الموظفين للأسف لما تقول له زين ليش ما تكون مبدع، ليش ما تكون مبتكر، يخاف من هالكلمة، يعتبر أنه الابتكار أو الإبداع شيء وايد كبير، ويبالي مواصفات خاصة، ويبالي الناس بعقلية خاصة، يبالي ممكن حد عنده دراسات أكثر أو دارس أكثر. هذا ما له علاقة، الابتكار والإبداع يطلع لما أنت كموظف تحب عملك وتسعى لتقديم المزيد، تشوف شيء في عملك تحسه لازم يتحسن، لازم يقدم بطريقة أخرى، بطريقة أفضل. هني يكمن الإبداع، هني يكمن الابتكار. الابتكار لا يعني دائما لازم أبني روبوت أو أبتكر جهاز جديد، الابتكار يكون في خلق فرصة، أنت شفت فرصة خذ هذه الفرصة وجبت عليها حلول أو اقتراحات أو طرق جديدة لتقديم نفس الخدمة أو نفس الفكرة. هني يحدث الابتكار، هني يحدث الإبداع. فدائما دائما نبتدي أول شيء من بيوتنا، نشجع عيالنا أنهم يكونون مبتكرين ومبدعين. ترى كل هذه الناس الموهوبة والنابغة والمبتكرة واللي نجحت في أعمالها واللي قدمت أفكار خدمت فيها البشرية وخدمت في غيرها، كانوا عبارة من صغرهم عندهم بوادر لهالأشياء. فخلينا نشجع عيالنا على نكون مبتكرين ومبدعين. في ما شاء الله كثير من الدورات الحين تقدم لاكتشاف الإبداع والابتكار في الطفل، لاكتشاف قدرات الطفل. إحنا أطفالنا عندهم قدرات كثيرة، لكن للأسف قعدت الطويلة قدام الجهاز اللوحي أو قدام التلفزيون، عدم انتباهنا لهم ولقدراتهم، هذا يسبب أن الطفل يضيع، بالتالي الموهبة اللي فيه ما يتم استغلالها. ممكن يتم استغلالها لما هو يكبر، لما ممكن لما يشتغل مدير يكتشف في هذه الموهبة، أو حد أو صديقة يكتشف فيها الموهبة. لكن إحنا بعيانا نكتشف فيهم المواهب من الصغر، وعندنا ما شاء الله مخترعين إماراتيين، عندنا نوابغ إماراتية أطفال. كيف تم اكتشافهم؟ بالعادة تم اكتشافهم من المنزل، الأم انتبهت أو الأبو انتبه، لأن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة. فهذه رسالة للأمهات، يا أمهات دائما دائما شجعوا عيالكم، انتبهوا لهم، حاولوا طلعون المواهب اللي فيهم والإبداعات اللي داخلهم. ترى احنا عندنا عيال موهوبين فعلا، أطفالنا موهوبين مليئين بالأفكار وبالإبداعات، لكن يحتاج شخص مثل ما يقول يحفر شوية عشان يقدر يطلع هذه الإبداعات من داخل الطفل. وما في أعتقد شيء أكثر فخرا للأم من يكون عندها طفل مبدع في البيت. وهذا الطفل المبدع، أنا ليش نقول هالكلام؟ لأن هذا الطفل المبدع غدا سيكون شخص بالغ مبدع في مجتمعه، ويحمل راية الإمارات واسم الإمارات بعيدا. إحنا شو نبغى غير أن نخدم هالوطن ونرجع له جزء من فضل علينا على نعمة الأمن والأمان والصحة والتعليم وغيره وغيره وغيره، بأن احنا نطلع له جيل مبدع قادر على انه يجيب ابتكارات ما نضطر احنا نجيبها من برا. الحين احنا في الإمارات احنا قاعدين نصدر الابتكارات، ما نضطر الابتكارات توصل من مكان ثاني. مثل ما شفت تقنية دبي لترميم الصمام التاجي، اللي اسمها تقنية دبي اللي هي معنية بترميم الصمام التاجي. قبل كانوا الناس لما عندهم مشاكل في الصمام التاجي اللي هو الصمام الأساسي في القلب، كان لازم يتبع عملية تبديل الصمام كامل، ويتعرض المريض لعملية جراحية قلب مفتوح 16 ساعة 10 ساعات 12 ساعة، وبعد هذا عملية التعافي من أثر العملية تكون وايد طويلة بالأسابيع والشهور، وبعدين في نسبة أنه يكون في التهابات، رفض الجسم للصمام المزروع. لكن مع تقنية دبي لترميم الصمام التاجي ما يحتاج، أن نسبة الرفض جدا قليلة، نسبة النجاح 100% إن شاء الله، التعافي منه أسرع، المريض خلال أسبوع يكون رجع لحياته الطبيعية، لأنه ما دخل في مضاعفات العمليات الكبيرة هذه. فحن بقى كل هذه الإبداعات وغيرها تطلع من عيالنا. وأنت يا موظف، أنا أدري بعض الموظفين يسمعون برنامج صحة وسعادة هم في الدوام، حب عملك لكي تبدع فيه. ما في شيء اسمه أنا ما في شيء أقدر أحسنه، ما عندي فكرة تقدر تعدل أي خدمة، تعدل أي شيء في الدوام. أنت تقدر تقرر إذا في ممكن تحسن أو لا. خلينا نخلص في أعمالنا ونقرر ونشوف كل يوم خلال أدائنا وظيفتنا اليومية شو نقدر إحنا نحسن. أرد أكد
الابتكار مو معنى فكرة كبيرة من جاية من الفضاء أو ابتكار روبوت، الابتكار يكون في التحسين نقدر إحنا نسويه. قبل ما أختم البرنامج، في فيديو طرشوا لي قبل يومين، وهالفيديو مبني على دراسة إحنا ذكرناها في صحة وسعادة من زمان، يمكن من سنة، اللي هي عن تأثير العلاقات الاجتماعية على صحة الإنسان العقلية. الفيديو كان يقول صاحب الدراسة اللي مسوينها، أو واحد من العلماء الموجودين في الدراسة، الدراسة هذه سووها على مدى 75 سنة، ممكن واحدة من أطول الدراسات. وأنا أكد على هالدراسة لأن في العالم الرقمي اللي عايشين فيه للأسف العلاقات الاجتماعية صارت شوية ضعيفة. فكان هذا العالم يقول إحنا خذنا الناس من عمر المراهقة، من في الخمسينات يمكن أو الستينات كانوا هالناس في عمر المراهقة، في أعمار مختلفة، في 16 سنة، في 20 سنة، في 25 سنة، ومشوا معاهم مدة 75 سنة. أعتقد دراسة خلصت في 2015. الهدف منها أنهم يشوفون تأثير العلاقات الاجتماعية على الصحة العقلية أو الذهنية للإنسان. الدراسة كانت جدا ممتازة، بما أن متابعة الإنسان لمدة 75 سنة، تخيلون يعني كان مراهق، يعني بيكون حين وصل عمره يمكن 80 85 سنة، أكثر من 85 سنة بعد أتوقع، جزء كبير منهم ماتوا، والجزء اللي تم منه هم بعدهم متابعين معاهم. والأحلى أن لما كبروا هذه في الدراسة دخلوا زوجاتهم معاهم في الدراسة عشان تكتمل الدراسة. فالأحد العلماء كان في الدراسة يقول اكتشفنا أن الناس اللي يعيشون بصحة عقلية أفضل إلى نهاية عمرهم هم الناس اللي عندهم علاقات اجتماعية أفضل من غيرهم. وأكد وشرح قال العلاقات الاجتماعية مو بالعدد، مو أنا أقول والله عندي 50 صديق، لا، العلاقات الاجتماعية قصدها الناس المقربين منك، أنت تقدر تتكلم معهم أي وقت، تفضفض لهم أي وقت، تقولهم أسرارك، تقولهم اللي يضايقك، تقولهم أنت فرحان، تكلمهم أنت زعلان. هذه العلاقات الاجتماعية هي السبب الرئيسي في الحفاظ على صحة ذهنية أفضل لما نكبر. وأظن نقدر نشوف حوالينا الناس اللي عندهم ما عندهم علاقات اجتماعية كثيرة، أو ما عندهم فعلا صديق مقرب، تلاقيهم دائم يعني ما تلاقي عندهم حس الحياة العالي هذا، عكس الناس اللي ما شاء الله تلاقيهم ناس اجتماعيين، دائما ما شاء الله تليفونهم ما يسكت، دائما عندهم ناس يتكلمون معهم، دائما عندهم جمعات مع الأصدقاء، دائما يقعدون معهم، هذول تلاقي تحس فيهم حس الحياة، حتى ما شاء الله تحس إنهم يمرضون أقل من غيرهم. ليش؟ لأن إحساس السعادة هذا من التواصل مع الناس يقوي لك جهاز المناعة ويعطيك صحة ذهنية أكبر. فهذه رسالة اليوم لكل شخص، انظروا في الناس اللي حوالينكم، عززوا علاقاتكم بالناس، خليكم عندكم ولو صديقين أو ثلاثة مقربين تتكلمون معهم طول الوقت، تشاركونهم اللي يضايقكم، أسراركم، اللي يفرحكم، تشاركونهم الأمور الحياة اليومية اللي تعيشونها، لأنه فعلا فعلا يساعدكم في الحفاظ على صحة أفضل. احنا وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة اليوم، باكر إن شاء الله بعد بكون معاكم على مدى ساعة من الهواء. شكرا لك عيسى سبيل كان معي في الإخراج، شكرا لك جميلة الخفلي، أم خليفة كانت معي اليوم في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إلى أن ألقاكم في الغد، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.